أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في تفسير قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان فيصب العذب في المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر ويحصل النفع بكل منهما، فما رأيكم في قول الشيخ رحمه الله؟ هذا جريان على النظريات الحديثة ولا دليل عليها. قول المفسرين القدامى هو ما ذكرته لكم، وأما أنه يختلط ولا يمتزج فهذا بناء على النظريات الحديثة، الله أعلم بها. نعم.